أعلامهم وأرقامهم من النهاردة. موسيماني تعامل مع المباراة بشكل جيد بلغة الأرقام. أجاي طاهر صلاح محسن، أجاي ما كانش يستحق دخول التشكيل الأساسي. أجاي 64 دقيقة لعب، استلم الكرة مرة واحدة في منطقة جزاء الإسماعيلي، مرة واحدة عمل منها المحاولة اللي مصر كلها بتتكلم عليها، ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء، ما دخلش ال 18 تاني، ما دخلش، مش دخل وما استلمش، ما دخلش. تمام، عنده محاولة واحدة، 24 استلام للكرة، وقام مطلع 24 تمريرة، مرتين فقط عمل دريبل بالظبط. الراجل كده انا بخبط الكره في اجيب، ارجع اخدها من الناحيه الثانيه. جونيور اجيب 64 دقيقه بس، مفيش رقم تاني. اللي بعده جاي كده بعيد جدا. اللي بعده طاهر وصلاح محسن، تغييرين كل واحد فيهم لعب، نزلوا مع بعض لعبوا نفس عدد دقائق تقريبا. طاهر عمل 3 محاولات، اكس جي بتاعهم 71 بوينت، 71 كان المفروض على الاقل يسجل هدف من الثلاث محاولات. ثلاث محاولات ليهم احتماليه تسجيل عاليه ومتوقعه على المرمى. 4 عرضيات منهم 2 صح بنسبه 50%، 4 مراوغات منهم 3 صح بنسبة 75%، 17 تمريرة بنسبة دقة 76%. أرقامه جيدة، أرقامه جيدة. صلاح محسن بقى اللي نزل قصاد الناحية التانية. صلاح محسن، صلاح محسن بقى عمل إيه؟ صلاح محسن المفروض عنده نسبة تهديف أكتر من طاهر، 83%. وفي يعني واحدة طاهر عملها له اللي بالظبط. وبالتالي صلاح محسن عمل بقى الكور دي إيه كلها، ضيع الكور دي كلها. طيب عمل إيه كمان؟ لعب تمريرات، نزل عمل 7 تمريرات، 60% منهم لورا، يعني ما بيلعبش لقدام، ما رقصش ولا ترقيصه غير واحده بس اللي اتحسبت فاول وخد منها محمد حسن انذار، وكانت في وسط ملعب الاهلي لورا. عشان كده في هجوم شديد على طاهر وعلى صلاح محسن، لان في اهدار لفرص كبيره جدا في الوقت اللي نزلوا فيه. عشان كده كنا بنقول ان بس طاهر يعتبر نتيجه تغييره جيده لغه الارقام. الاثنين حقيقه تغييره جيده، والاثنين وصلوا والاثنين حققوا، لكن القرار الفردي كان سيء. فهنا موسيماني كان جيد في انه يدفع بيهم، لكن ما كانش جيد في انه يقعدهم جنبه ويبدا بقى جايه.